من مسائل المسح الخفين أن وقت المسح لا ينتهي بانتهاء المدة. تصوروا، حضرت لصلاة الجمعة، توضأت ولبست الشراب، فلما جاء وقت الساعة الثالثة عصرا أحدثت فتوضأت. يبتدأ الوقت من الساعة الثالثة عصرا يوم الجمعة، متى ينتهي؟ ينتهي الساعة الثالثة عصرا من يوم السبت. حتى أبين أن ما يتوهمه الناس من أنه لا بد من خمسة فروض هذا خطأ. تصوروا على هذه القاعدة، توضأت ولبست الشراب وأتيت لخطبة الجمعة ومسحت الساعة الثالثة عصرا. يبدأ المسح الساعة الثالثة عصرا يوم الجمعة، ينتهي متى؟ ينتهي المسح الساعة الثالثة عصرا من يوم السبت. تصور لو أنني في الساعة الثالثة إلا ربعا، يعني الساعة 2:45 من يوم السبت، الساعة 2:45 من يوم السبت مسحت، متى تنتهي مدة مسحي؟ الساعة 3 عصرا يوم السبت، لكنني مسحت قبل. فلما مسحت قبل ستمر بي صلاة العصر، ستمر بي الساعة 3، أنا على طهارة، يصح هذا وتصح الصلاة. تصور لو أنني لما مسحت الساعة 3 إلا ربعا يوم السبت، مدتي تنتهي الساعة 3 عصرا يوم السبت، لكنني ما مسحت إلا قبل الساعة 3:45، الساعة 3:50، الساعة 3:05، هنا سيمر بي وقت العصر وأنا على طهارتي أصلي. تصور لو أنني بقيت على طهارة التي تطهرتها الساعة 3:45، بقيت إلى المغرب، يصح أن أصلي المغرب. بقيت إلى وقت العشاء، يصح أن أصلي به العشاء، لكن الفجر لا. لما؟ لأنني سأنام وسينتقض وضوئي.